بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. عقول العصاة دائما تقنعهم بأن الغيب وما لم تره أعينهم هو شيء مزعوم ووهمي، ولذلك نظر قوم نوح إلى السفينة على أنها محض خرافة بشرية. قل يا نكر، ماذا تدبر في عقلك لنتخلص من هذا النوح؟ نحرق كل الأخشاب ونعاقب ونحبس كل من يقترب من نوح هذا. ولم لا نخطف أحفاده لنحرق قلبه وقلب أبنائه عليهم؟ نحن لا نتورع عن فعل أي شيء يدمر نوحا. وبعد أن نخطف الأحفاد نساوم نوحا على ترك دعوته هذه والعودة إلى عبادة الأصنام والأوثان. إنه رجل ضعيف، ولكن أبناؤه يختلفون عنه. وماذا يعني هذا؟ نحن نفعل كل ما يمكننا للقضاء على نوح. أيها البائع، أعطني من هذا الخضار. أيها البائع، لا تعطي زوجة سام أي طعام. لماذا تفعلين هذا يا امرأة؟ حتى تجوعوا، فإذا جعتم ربما عادت عقولكم إليكم. لن نترك دعوة أبينا نوح، لن نعبد الأصنام مهما فعلتم. إذن فطعام القرية محرم عليكم يا آل نوح، طعام القرية محرم عليكم. حتى لو متنا جميعا جوعا وعطشا فلن نترك ديننا. سوف تموتون جوعاً وعطشاً وقهراً، عودوا إلى صوابكم. بل عودوا أنتم إلى رشدكم. أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ نحن نعبد الأصنام، أصنامنا هي آلهتنا. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. أيها البائع، بأمر من أميرنا السامق امنع عن آل نوح البيع والشراء، أتفهم؟ الله وحده هو الذي يملك المنع والعطاء. بل نحن فقط من نملك هذا. إذن أعطي لنفسك عمرا فوق عمرك يا امرأة. هيا هيا اذهبي من أمامي الآن، اذهبي، إن آلهتنا لمنتصرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك مؤامرة كبرى على نبي الله نوح. مؤامرة؟ كيف؟ يريدون تجويع أهله وأتباعه. إلى هذه المرحلة؟ بلغ هذا العداء؟ أحاول جاهدا أن أجمع الطعام والشراب لهم. اسمع يا مهدي، تعال عندنا ليلا وسوف أفتح لك مخازن الطعام لتطعم المحتاجين. ولكن كيف سأدخل إلى القصر؟ سأقول لك عن الطريقة فلا تقلق. سأكون ليلا عندكم، ولكن لو أمسك بي الحرس فلا تقولي بأنك من أرشدتني إلى الدخول. لا تقلق، سأنصرف الآن. لقد نام أطفالي جوعا يا سام. حسبنا الله ونعم الوكيل. إني ذاهب إلى يافث
لعلي أجد عنده طعاما. لا تخرج في ظلمة الليل يا زوجي، لا تعرف ماذا يرتب لنا الأعداء. إن الله لن ينسانا. يا يوحى. سمعا وطاعة يا مولاي السراجي. لماذا أرى هوزاء ابنتي دائما وحيدة؟ لا أعرف سببا يا مولاي، ولكنني بالفعل أرى أنها مختلفة. مختلفة؟ كيف يا يوحى؟ ولماذا تقولين هذا؟ هي دائما تجلس وحدها تنظر إلى السماء وتتأمل في المخلوقات. تتأمل في المخلوقات كثيرا؟ وما معنى هذا؟ لا أدري، أنا فقط أرد على سؤال مولاي. ماذا بك يا أخي؟ أراك حزينا. زوجتي وأولادي يتضورون جوعا يا أخي. فماذا نحن فاعلون؟ لن نفعل شيئا سوى الصبر، الصبر على هذا البلاء. أنا لا أخشى على نفسي بل على أبي نوح. يريدون حرق كل الأخشاب يا شائك. نعم، إنهم بهذا سوف يحرقون المدينة كلها. وماذا نحن فاعلون؟ ليس أمامنا سوى أن نهاجم مخازن الطعام كي نعطيه للجوع من أتباع نوح. هل رأيك أحد بالأمس وأنت تعطي لهم الطعام؟ لا لا لا، لا تقلقي يا زوجتي، ولكن عليك دور مهم يا طهورة. وما هو هذا الدور؟ أن تجمعي الطعام من نساء المدينة. إذن سأفعل، ثم نعطيه لأتباع نوح من الفقراء، وبهذا نكون قد قدمنا شيئا لهم. لم أكن أعرف أن بداخلك كل هذا الخير يا شائك. الخير والشر في كل منا يا طغورة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا أخي، فلا تحزن.
إن الله لن ينسانا. ما هذا؟ ومن الذي ألقاه؟ لا أعرف، إنه طعام. الله أكبر، يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. عمي قطار، ما أخبارك؟ أنا بخير، ما دمت أنت بخير يا مولاتي. وأين مهدي؟ لا أعرف عنه شيئا منذ أمس. كيف يا عمي قطار؟ إنه يرجع إلى البيت متأخرا ومجهدا، هو يقضي معظم وقته بجوار سفينة نوح. نوح، ما أجمل هذا الاسم، ما أجمله. أشكرك يا عمي قطار. جميلة أنت يا هوزاء. ترى هل ولدي نصيب معك؟ هيا هيا يا مهدي، أسرع. هيا، هذه هي مخازن الطعام، خذ منها ما يكفي لتطعم به الفقراء. هيا أسرع. جزاك الله كل خير عن هذا يا هوزاء. احترس يا مهدي، احترس. سأنصرف أنا الآن، احترس. ها، هيا هيا انصرفي أنت الآن.